إخصاب البويضة. تنطلق أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية وبسرعة داخل الرحم ثم إلى قناة فالوب، حيث تستقبل البويضة في الجزء الأمامي من القناة، وتساعد إنزيمات الجسم القمي في اختراق الطبقات التي تحيط بالبويضة. وعندما ينجح أول حيوان منوي في اختراق أغلفة البويضة، تفرز البويضة إنزيمات تساعد في إبعاد باقي الحيوانات المنوية عن سطح البويضة ومنعها من الدخول. معنى ذلك أن خلق الإنسان يبدأ باتحاد نواتي الحيوان المنوي والبويضة، وهي معلومة لم تكن معروفة وحتى القرن الثامن عشر، حيث كان البعض يتصور أن الجنين موجود داخل رحم الأم، والبعض الآخر يتصور أنه موجود داخل الحيوان المنوي للأب، بينما ذكر القرآن الكريم الرأي القاطع بقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والمقصود بالنطفة أمشاج هي اللاقحة التي تتكون من اختلاط عنصرين، أحدهما من الذكر والآخر من الأنثى. جاء القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة مخالفا للآراء التي كانت سائدة، والتي كانت تنادي بأن الجنين يكون قزما ثم يكبر، بينما ذكر القرآن الكريم أن الجنين يخلق في أطوار لقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه الآيات هدمت الظنون البشرية الخاطئة من عهد أرسطو وحتى القرن الثامن عشر. من دراسة تاريخ علم الأجنة يتضح أن المفكرين في زمن نزول القرآن وحتى القرن العشرين لم يتصوروا أن نطفة الرجل هي التي تحدد مصير الجنين ذكرا أم أنثى، وجاء القرآن الكريم ليوضح ذلك بقوله تعالى: وأنه خلق الزوجين من نطفة إذا تمنى. فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأن نطفة الرجل بأحد نوعيها X أو Y هي المسؤولة عن تحديد مصير الجنين المقبل ذكرا كان أم أنثى؟ عندما تدخل رأس الحيوان المنوي داخل البويضة، تتحد نواة الحيوان المنوي 23 كروموسوم بنواة البويضة 23 كروموسوم لتتكون اللاقحة، وبذلك يصبح عدد الكروموسومات مساويا للعدد الكلي لكروموسومات الخلية البشرية 23 زوج، وتكون اللاقحة الجنين المقبل كما جاء في قوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره. هذا الشكل يوضح اقتراب الحيوان المنوي من البويضة، وقبل اختراقه لطبقات الخلايا الحويصلية والمنطقة الشفافة بواسطة الإنزيمات الموجودة في الجسم القمي. يوضح هذا الفيديو تحرك الحيوان المنوي تجاه البويضة، كما يوضح كيفية اختراق الحيوان المنوي لطبقات الخلايا الحويصلية والمنطقة الشفافة التي تحيط بالبويضة، وذلك عن طريق إفراز إنزيمات من الجسم القمي
لتمر بذلك نواة الحيوان المنوي إلى داخل البويضة. التفلج: تتحرك اللاقحة داخل قناة فالوب تجاه الرحم، وأثناء ذلك تبدأ مرحلة التفلج لتتكون خليتان ثم أربعة ثم ثمانية وهكذا. وقد جاء ذكر هذه المرحلة في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. وفي أثناء عملية التفلج تنقسم بعض الخلايا سريعا لتكون طبقة خارجية تعرف بالتروفوبلاست، وهي الخلايا التي ستشارك في انغراس الجنين في بطانة الرحم. أما الخلايا الأخرى فتنقسم ببطء وتكون ما يعرف بكتلة الخلايا الداخلية، ومنها سيتكون الجنين. وفي نهاية عملية التفلج تتكون حويصلة البلاستولة، وبها تجويف يسمى بتجويف البلاستولة. هذا الشكل يوضح مراحل التفلج، بدءا من البويضة المخصبة، مرورا بمرحلة الخليتين، ثم الخلايا الأربع، ثم الخلايا الثمان، وهكذا إلى أن تتكون حويصلة البلاستولة، والتي تتكون من التروفوبلاست وكتلة الخلايا الداخلية وتجويف البلاستولة. يوضح هذا الفيديو مراحل التفلج في البويضة المخصبة. يحدث التفلج الأول فتنقسم البويضة إلى خليتين. تنقسم كل خلية فتتكون بذلك مرحلة الخلايا الأربع. يحدث انقسام للخلايا فتتكون مرحلة الخلايا الثمان. يستمر انقسام الخلايا بسرعات متفاوتة لتتكون بذلك خلايا صغيرة ستكون التروفوبلاست، وخلايا كبيرة ستكون كتلة الخلايا الداخلية والتي يتكون منها الجنين. مع نهاية عملية التفلج تتكون حويصلة البلاستولة، التي تتكون من طبقة خارجية هي التروفوبلاست وكتلة الخلايا الداخلية وتجويف داخلي هو تجويف البلاستولة. إلى اللقاء أحبائي في الله، وموعدنا مع الجزء الثاني قريبا إن شاء الله.